إذن جلسة البرلمان لتمرير قانون الانتخابات المثير للجدل في ظل غياب شعبي متصاعد. لأجل ذلك انضم إلينا عبر سكايب من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية الأستاذ علي الصاحب. أستاذ علي، مرحبا بكم. البرلمان يعقد جلسة في وقت متأخر من الليل يصوت على 7 مواد من القانون، ولكن عن التوقيت لو تحدثنا، لماذا يختار البرلمان توقيتا متأخرا لتمرير مواد قانون سانت ليغو؟ ما السبب في ذلك؟ نعم، تحية مسائية لك ولجمهورك وللعراقيين جميعا. حقيقة لم نشهد على مدى السنوات الطوال والأحداث الجسيمة التي مرت في العراق أن تمتد جلسة البرلمان إلى ساعات متأخرة، بل إلى ساعات الفجر الأولى، وهذا يدل على أن الأمور أن هناك أمر جلل كما يقولون، أو ربما كما يردد أن هذا عملا دبر بليل. لكن فاتهم أن العراقي وربما حتى العربي له نظرة أن من يجتمعون في أواخر الليل هم اللصوص، يجب أن تكون الجلسة في مرأى ومسمع وعبر القنوات ينظر لها العراقي، ولكن بما أنهم يبحثون عن مصالحهم الفئوية فاختاروا هذا الوقت، وربما أرادوا أن ينعزلوا وهم بالفعل منعزلين عن المواطن وعن إراداته. فكانت الجلسة التي أثارت كثيرا من السخرية مرة ومن التنمر وربما حتى التهجم على هكذا توقيت غير صحيح وغير حتى معقول. نعم أستاذ علي، يعني ظهور أزمة جديدة بعد تصويت البرلمان جزئيا على قانون سانت ليغو الانتخابي، ولكن هل هذا الخلاف مبني على التجارب السابقة للقانون، أم أن هناك تضارب المصالح هو الدافع وراء هذا الخلاف؟ نعم، يعني رغم أنه لم يصوت على كل القانون، نعم، هناك 7 فقرات فقط التي صوت عليها مقابل من أصل 15، والجلسة بقت مفتوحة إلى يوم السبت، لكن المتعارف وحتى المتتبع للمشهد السياسي يدرك تماما بأن الخلاف الحاصل في السلطة التشريعية بالذات لم يكن خلاف من أجل مصلحة وطن أو مواطن بقدر ما هو خلاف فئوي شخصي من أجل هذه الكتلة أو تلك. وهذا القانون، قانون سانت ليغو 1.9 وحتى وإن كان 1.7، نعم، أيضا هو قانون فصل على قياس الأحزاب والأحزاب الكبيرة تحديدا، وبالتالي الخلاف خلاف مصلحي وليس خلاف من أجل الوطن ولا المواطن ولا حتى من أجل العثور على ربما قانون انتخابي يناسب العراقيين، علما بأن نعم. أستاذ علي، هل ما زال معنا؟ أستاذ علي، هل ما زلت معنا؟ ربما فقدنا الاتصال بالأستاذ علي الصاحب، ربما سنعاود الاتصال به. نعم، هو يعود أيضا الآن. نعم، تفضل. وربما وقته كان في سنة 1910 من أثاره أندريه سانت ليغو لتوزيع المقاعد، لتوزيع الأصوات الانتخابية على المقاعد البرلمانية. نعم أستاذ علي، مراقبون يقولون أن موضوع تمرير، تسمعني أستاذ؟ أستاذ علي، هل تسمعني أستاذ علي؟ تسمعني أستاذ؟ ألو؟ أنا أسمعك، تسمعني أستاذ علي؟ تسمعني بشكل واضح؟ أنا لا أسمعك واضح، راح أستخدم طيب إذا أمكن. هل تسمعني الآن أستاذ علي؟ ربما سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لتكملة الحوار مع الأستاذ علي الصاحب. كيف أسهمت ماكينة الكذب والتضليل الأمريكية في خلق المبررات لاحتلال العراق وتدميره بالكامل؟ أين الوعود الأمريكية بالحرية بعد 20 سنة على غزو العراق وتحطيم مقوماته وقتل نخبه وعلمائه وشبابه وتسليط أحزاب فاسدة عليه؟ ومن ينصف العراق وينقذ الشعب العراقي من الكوارث المتوالية التي صنعها الاحتلال منذ عام 2003 وحتى الآن؟ هذه المحاور نناقشها في حلقة تحت الضوء المقبلة بعنوان واقع العراق بعد 20 سنة على احتلاله.
إذا نعود إلى الأستاذ علي الصاحب. أستاذ علي الصاحب، وصلنا إلى أن مراقبون يقولون أن موضوع تمرير قانون سانت ليغو من شأنه أن يكرس نفوذ الأحزاب المهيمنة على السلطة حاليا في العراق. إذا كنت تتفق مع ذلك، كيف هي الآلية تحديدا؟ يعني بكل تأكيد هذا رأي صائب والكل يتفق عليه، الإصرار على تمرير هذا القانون وبالأحرى هذا النظام 1.9 سانت ليغو هو تكريس لمنافع هذه الكتل السياسية بعدما ربما فقدت الكثير من مقاعدها البرلمانية في الانتخابات السابقة الدوائر المتعددة، وبالتالي لجأت إلى ما يفيدها وهي العودة إلى قانون سانت ليغو، رغم أن هذا القانون قد رفض شعبيا، ربما هناك عليه الكثير من التحفظات الكثير من التقاطعات، ولكن إصرار هذه الكتل التي لا تريد أن تتخلى عن حتى ولو جزء من مقاعدها، وبالتالي هي تتمسك أو ترتدي ثوب الدكتاتورية التي كانت تحاربها وكانت تدعي بأنها جاءت من أجل الديمقراطية ومن أجل أن يكون الشعب العراقي هو صاحب القرار، رغم أن المادة 5 من الدستور قد كفلت بأن السلطة للقانون والشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها، ولكن هذه الكتل لا تريد أن تطبق حتى بعض بنود الدستور، وهي بذلك أول خلقت الدستور وأول من تسعى لتأسيس ربما دكاكين إقطاعية إن صح التعبير من أجل أن تبقى محافظة على ما قاعدها ولا تتخلى حتى ولو جزء بسيط. وإلا لو تقرأ القانون هو لا يعني حقيقة لا ينفع المواطن العراقي في شيء، اليوم المواطن العراقي أصبح يائسا من منظومته السياسية، وبالتالي هو حتى لا يعير أهمية، ولكن بما أن هذه الكتل وبالتحديد الكتل الكبيرة الجاثمة على السلطة منذ حوالي 20 عام تمسكت به، إذن سيكون ردة فعل المواطن العراقي رفضه باعتبار أنه يحاول ولو بالجزء اليسير أن يغير من أيديولوجية هذه الأحزاب والكتل التي لم تقدم له ولو الجزء اليسير. أستاذ علي، بنظرة مستقبلية إلى الانتخابات ربما تكون المقبلة، طبعا كلنا شاهدنا كيف وصلت نسبة المقاطعة الشعبية للانتخابات الماضية إلى نسبة أكثر من 90% من الشعب العراقي قاطع هذه الانتخابات، ولكن هل تعتقد أن تزيد نسبة المقاطعة في الانتخابات المقبلة إذا مرر نظام سانت ليغو في البرلمان الحالي؟ نعم، يعني بكل تأكيد الرفض الواسع والكبير للانتخابات حتى السابقة والنسب الضئيلة جدا التي حاولت الجهات الرسمية أن تضلل الرأي العام برفع نسبة الانتخابات، ولكن الواقع يشهد بأن ربما 16% أو حتى أقل هي نسبة نجاح الانتخابات أو التصويت على الناخبين، وبالتالي هناك عزوف شبه تام من كل فئات الشعب العراقي إلا جمهور الأحزاب. والآن بعد أن أصرت هذه الكتل الكبيرة وعلى على ربما أبرزها الإطار وتحالف إدارة الدولة، سيكون الرفض أكبر وربما سيجابه بتظاهرات، وقد نشهد لأول مرة للعصيان المدني، لأن الحالة الاجتماعية أو الحالة التي تولدت للجمهور العراقي بأن هذه الانتخابات هي ليست أكثر من غنيمة لهذه الأحزاب والحيتان الكبيرة، وبالتالي أصبح المواطن العراقي ضد توجهات هذه الأحزاب. إذا الحزب الفلاني أو الكتلة الفلانية التي لم يرى منها خيرا أصرت على أمر ما، فهو بالنتيجة سيكون مقاطعا له، لأنه أصبحت لديه قناعة راسخة بأن ما تريده هذه الكتلة أو هذا الحزب هو يريده لنفسه. احنا للأسف الشديد اليوم نعاني ربما من سلب الوطنية من عمق المواطن العراقي، لأنه مراقب جيد للواقع، يعرف أن هذا القانون والإصرار على تمريره حتى بساعات الليل وبساعات الفجر هو يريد من خلاله تمرير مصلحته الشخصية بعيدا عن تطلعات المواطن، وبالتالي أنا على يقين أن المواطن سيزيد عزوفه عن الذهاب للانتخابات، وقد نقع في مشكلة أكبر باعتبار أن اليوم أصبح لدينا رفض شبه تام من كل فئات المجتمع العراقي. عبر سكايب من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية علي الصاحب، شكرا جزيلا لكم.